لأنه عمل الزمن يخدم في الانقلاب باعتباره أنه قاعد يتبع اليوم مع واقع 25 جويلية، قاعد يتبع مع واقع الانقلاب وواقع الإجراءات الاستثنائية اللي أخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية وأتممها يوم الأربعاء الماضي. الرئيس قيس سعيد قاعد ماشي في مشروعه بشكل تقريبا حثيث غير آبه لمعارضات الداخل ولا لنصائح الفاعلين الإقليميين والدوليين. شو رأيك سمير؟ والله كنت أستغرب لو لم يقم بهذا، لأنه اللي يعرف شخصية الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية يعرف أنه هو أولا عنده انفراد بالرأي، ما عندوش مقاربة تشاركية، ما يشاور حتى حد، وفوق هذايا يتشبث بآرائه وعبر من خلال كل الخطابات التي قام بها على تمسكه بالإجراءات التي بدأ فيها في 25 جويلية، وما حدث يوم 22 سبتمبر هو مجرد حلقة في مسار انقلاب 25 جويلية لا أكثر ولا أقل. وطبعا معناها هذا الهروب إلى الأمام أنا شخصيا أعتبره أن قيس سعيد دق مسمارا في نعش نظامه، وهو مؤشر على بداية سقوط في الهاوية لهذا النظام الذي انقلب على إرادة الشعب وانقلب على تطلعات الشعب التونسي. نعم.